السادات والسادة الحضور الكرام، إن إقامة هذا المؤتمر يأتي بهدف أساسي، ألا وهو توجيه الانتباه إلى أهمية التحكيم ودوره الإيجابي في التصدي للقضايا وتسوية المنازعات التي تواجه حركة الاستثمار والتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، لبيان مدى إسهام هذه الوسيلة القانونية في حماية العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستثمارية. يعد التحكيم التجاري عنصراً رئيسياً في جميع عقود الاستثمارات الأجنبية، فجميعها تتضمن شرط إحالة جميع منازعاتها إلى التحكيم التجاري، ارتباطاً بما يحققه من مرونة وسرعة في فض المنازعات، إلى جانب مساهمته في استمرار العلاقات الودية والراقية بين الطرفين، وكذا ضمان سرية ما تتضمنه العقود من مشروعات قد تكون ذات طبيعة خاصة عسكرية أو علمية أو تكنولوجية. يعتبر هذا المؤتمر وورشة العمل المصاحبة له خطوة من مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية لتعزيز جهود الدولة المصرية المبذولة بهدف زيادة الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في الدولة المصرية، وهو ما يجعلنا نسلط الضوء على ضرورة التعرف على أساليب معالجة النزاعات الناشئة عن الاستثمارات بهدف المساهمة في تسريع عجلة التنمية في الدول العربية، كما تأتي المبادرة بتنظيم هذا المؤتمر وورشة العمل لتسليط الضوء على المستجدات في مجال أساليب فض النزاعات الناشئة عن عقود الاستثمار، خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد فيها كافة الدول تصارعاً كبيراً في حجم ونوع المشاريع التنموية، مما يضاعف الاهتمام بعقود الاستثمار ومراجعة القواعد والأنظمة المتعلقة بها لتواكب التعامل مع المتطلبات والتحديات سواء الحالية أو المستقبلية. الذي يحمله مؤتمرنا الكريم يسجل لنا دائما أهمية الاقتصاد لدى الشعوب العالمية أجمع. وعندما أتكلم في مجتمع عربي يحمل تلك البصمات وهو مؤهل في كل مقومات الاقتصاد، فلا بد أن نكون على هذا المستوى العالي من الاجتماعات ومن المؤتمرات وفي مواجهة هذه التحديات التي يعيشها عالمنا المعاصر اليوم. صارعت الدول في العالم تشجيع تدفق رؤوس الأموال والمكافأة الاستثمارية إليها، لذلك تحاول أنها تزيل كافة العقبات وتوفر الحوافز والمجريات لذلك. ولتحديث ذلك كان لابد من خلق بيئة استثمارية، ولا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيا وطرق الاستفادة منها، كذلك الاستفادة من الخبرات الإدارية والوصول إلى شبكات الإنتاج الدولية والنفاذ إلى الأسواق الكبرى العالمية. كما يساهم ذلك في تدريب الأيدي العاملة المحلية وفي تنمية وتطوير مختلف الأول. طبعاً عن طريق الاستثمار الأجنبي، بما أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى ضمانات لتسهيل عمله وحفظ حقوقه في مواجهة دول ذات سيادة بإمكانياتها أن تؤمن استثماراته أو تعدل تشريعاتها الداخلية بما قد يضعف مركزه القانوني، أو بالأحرى لتحقيق نوع من التوازن في عقد محتمل بين مستثمر أجنبي ودولة أو شخص من أشخاص القانون الخاص وبين دول، فكان عن طريق تحديث تشريعاتها ومركباتها للتطويرات العالمية، وكذلك عن تطوير عقد الاتفاقيات لتشجيع الاستثمار. وكان الحل هو التحكيم وإحالة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة في العقود أو بين الأطراف إلى هيئة مستقلة يتم اختيارها من خلال قوانين التحكيم في الدول ذات الطبيعة الاستثمارية. عقود الاستثمار مطلب
ليه؟ لأن زي ما قال الزملاء الكرام، مفيش دولة في العالم ما هيش جاذبة للاستثمار، حتى أكثر الدول قوة في الاقتصاد جاذبة للاستثمار، وتعدل تشريعاتها بما يوفر حوافز، حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تسعى من خلالها لجذب المستثمرين. أبسط مثلا على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، ألمانيا، ومن ألمانيا بالذات وضعت قانون خاص بالاستثمار كان الهدف منه جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن أكثر الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا الاستثمارات العربية. وبالتالي عقود الاستثمار هي آلية هامة جدا لجذب الاستثمارات اللي هيترتب عليها التنمية المجتمعية، هيترتب عليها الارتقاء بمرافق البنية التحتية، هيترتب عليها الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن، هيترتب عليها رفع المستوى المعيشي للمواطن العربي. ولأهمية التجارة الدولية في رسم الخريطة الاقتصادية والنمو والتنمية للتجارة الدولية، بتعاني جميع الدول النامية من مشاكل كثيرة في تجارتها الخارجية، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل التي يمكن إجمالها في مجموعة كلمات. رقم واحد، السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة. فقد اعتمدت الدول المتقدمة سياسة الحماية الجمركية في وجه المنتجات الزراعية والصناعية المصدرة في الدول النامية، حيث شكلت هذه الدول تكتلات اقتصادية للحد من المنافسة التجارية فيما بينها، ووحدت سياستها التجارية تجاه الدول النامية، وأخذت تتبع سياسة تجارية عدائية تجاه صادرات البلدان النامية من السلع الجاهزة، بحيث تتناسب معدلات الرسوم المفروضة على الخامات المصدرة من الدول النامية طردا مع درجة تصنيعها. الحقيقة الواقع بيقول لنا ان مصر شهدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة تطور جيد للغاية في تهيئة مكان الاستثمار. بعد حضراتكم اللي كان بيروح هيئة الاستثمار من 3 سنين يطلع يروح الساعة 7 الصبح عشان يلحق الطابور، يوصل للشباك 10 أو 11، موظف اللي بيكلمه عبوث الوجه بيمن عليك وعد علينا بكرة، انت عايز تلمك ورقك بعد 4 أيام وأحيانا أسبوع. النهاردة اللي بيروح هيئة الاستثمار، وأنا بالمناسبة بوجه الشكر لوزارة الاستثمار القائمين على الحاجة، بتروح حضرتك الساعة 8 تقدم أوراق تأسيس شركتك، تقدر تاخد أوراق في نفس اليوم وعلى أكثر في اليوم التاني. الغريب في الأمر أن الموظف عبوس الوجه اللي ما كانش طايق يشوفك هو نفس الموظف اللي بيرحب بيك، المبتسم، اللي بيسهلك عملك، اللي بيشجعك على أداء عملك. وده يرجع في نظري وتقديري إلى الإدارة الجيدة في هيئة الاستثمار.